شي ناس كما كنقول ديما هادشي تفرج حياته دي دوزا كيتفرج حياته دي دوزا كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر كيكومونتي على الفيديوهات ديال شي طوموبيله على دار كي دايره على داك خونا على ديك ختنا. علاش نقول لك الصاد راه تبارطاجي معاكم اخر ما كيبارطاجيو معايا الطوب ديال المينتورز في العالم شي جوج انا المفيد الصاد راه بغيت المفيد راه عرفتي شنو كنبارطاجي راه شي تسوز زبلت الفلوس عرفتي شنو كنبارطاجي هو اللي كيتقرى للشركات فهمتي في اخر ما كيتقرف تموتي في عباد الله اشنو خاصي يديروا كيفاش خاصي يتصرفوا راه المينتورز ديالي راه كيتخلصوا زولت انا مخلصوا 60000 دولار في العام بلس واحد البورسونتاج من الارباح ديالي ملي جيت مع المينتور ديالي العام هذا ماشي بزاف قال لي كيفاش كتعامل مع راسك الا ما احترمتيش داكشي اللي زكيتي مع راسك الدراري الواب في المغرب فين وصل راه مشى بعيد غير اش طاري الدق والسكوت فهمتي وخا انا مع النظريه ديال الدق والسكوت وضدها ومينيموم بعدا اجي يقول للدراري بحال هكا الدراري كاينه الخدمه في الانترنت وانا راني خدام دير بحالي انا ما بقيتش كنشارك الارقام لان حتى انا عجبني النظريه ديال الدق والسكوت حاليا راه الدق تشرشي ماشي الدق تشرشي ما معلم شحال كندير اخو ما كنديرش ما يا ودي راه ما لقيت انت باش نخلصوا الكره صافي باش بنادم يتفرق معاك اصاحبي يا ودي انا راني محنس راه ما عنديش ولا الله يحفظك اخي سيمو يقول لينا علاش كيهمك تقول لينا سرت خدمه صاحبي اش بغيت شي نقول لك لا بغينا نعرف شحال تدير مع هاد النظريه هادي يا زوينه الدق والسكوت لان فهمتي ما مزيانش تقول الارقام ديالك ما مزيانش فهمتي شحال هادي كنا في 2011 2012 كنت كنبارطاجي الارقام كنت كنبارطاجي الرولوفي ديال البنكا اي اخي ايوب قلت لك كتغفل في اللايف لا ما يسمح لنا هاد اللايف هذا راه يديز فهمتي يديز قبل ما نمشي للناس قلت ندير واحد اللايف راه توحش الدراري كنت كنبارطاجي الارقام لان ديك الساعه كنا مضطرين فهمتي راه انا تنقول خاصني نصنع واحد الموجه واحد الكالتر جديده لان تيبان لي هاد الفاكين شيت ديال الانترنت ماركتينغ وهاد الخدمه في الانترنت هي اللي ممكن تصوفي الوضع في المغرب فهمتي لان بنادم راه محنسر واصلا ما عندوش شي مايند سيت اللي في شكل باش يصوفي راسو راه كاين بزاف الناس صوفوا راسو فهمتي تعرف بنادم ما قاريش صوفا راسو في ديك البلاد كاين اللي نجار صوفا راسو كاين اللي سمسار صوفا راسو كاين اللي بزاف ولكن كطلب واحد ليفور اللي ما عندش الناس كاملين كاين واحد ولد اوريكا كنعرفو معروف اوريكا معروف مشيت تمشي تسولو قول لي وقف اوريكا وقول لهم السلام الله يخليك راه تيقولوا لي شي علي كيبيع الفيلات هنايا راني باغي نشري فيلا دير لهم هذا الفيلم هذا اجي يقول لك علي مول الفيلات اجي لقوك به السيد ما عمر ما قرا ما عمر ما طلب في المدرسه ما عمر عرف شنو هي المدرسه ما عمر دايت حدا باب المدرسه فهمتي يبدا من الزيرو ولد عائله فقيره دابا فتي دوفع ولكن ما يمكنش تكون بحالو يقدر انت تخبع من ورا البيسي علاه قلت شنو خدام هاد المادافاكرز ديال المغاربه خاصنا نقنتو من ورا البيسي يقدر يصوفي راسو يصوفي عائلته ولا صوفي راسو يصوفي عائلته غادي يصوفي وحدين اخرين وها القضيه غادي كتصوفى هكا كي جات اما انت واش ممكن تكون بحال علي لا ما غاديش تكون لان ما عطياش لكل شيء علي كيخرج كيجري تيمشي كيتعرف على عباد الله كيدير العلاقات ما عطياش للناس كاملين فهمتي انا فهمتي ديك القضيه غير فرضتها على راسي اني نولي شخص اجتماعي كنت قلتها في واحد الفيديو انا ماشي شخص اجتماعي ما كنحملش بنادم كنكره بنادم فهمتي ما تنحملش بنادم انا اش عزيز عليا المانيطا عطيني المانيطا والاكس بوكس طن 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 الكول اوف ديوتي عطايا المعلم ما كاين غير القنيص والنشاط وكذا ما عنديش مع الفيفا ما عنديش مع ريزيس برو كنكرههم فهمتي عندي مع ريزيدنت ايفل عندي مع شي جو يكون منكش المعادله صعيبه خص تحلها ريزنت ايفل توم بريدر هذا هو ذا بيست اوف ذا بيست وعندك سيلنت هيل وا وات ذا فاك على سيلنت هيل الجنه فهمتي كل ما كيتعنكش اللعبه كل ما كتبغي تحلها حتى هذه اللقطه هذه مهمه ندوي عليها حتى هي الا كنتي من السيطان اللي عزيز عليك تلعب بالريزنت ايفل ولا تلعب توم بريدر ولا تلعب سيلنت هيل ولا هاد الثلاثه هادو ما جاوش فراسي شي سميات اخرين الا كانوا عزيز عليك تلعب الثلاثه هادو عرف راك انت راك من الناس اللي عزيز عليهم يقدروا يحلوا المشكله كنتي من هذوك السيطان اللي تيجلسوا كيلعب كره كاين السيطان بالمناسبه اللي كيلعبوا كره وكيلعبوا هادو فهمتي ما تحكرش كلشي فهمتي عندهم مع هادو علاش لاني كنت كنشوف شي دراري صحابي اللي يومين هذا ما داروا والو في حياتهم ملي كنا صغار كنا كنلعبوا تنكونوا كنلعبوا هكا فهمتي تنكونوا كنلعبوا في الطومبريدر كنطبروا كوطا نحصلوا في شي بلاصه
كنبدات نقول لهم لا لا صافي تقدر كاينه تقول لا الدراري صح تقول احي هذا صاحبي هذا الزبله هذا حيد بلا ما نخسر هذا احي تيت درنا صاحبي كره نلعبوا اش هذا الوز هذا انا ما فهمتش ديك الليله كنت كنبات بلا ناس ديك الليله كنت كنبات مريض تنقول الصاط كيفاش فين قمتو السيروت وعلاش ديك اللعيبه كتجي كتضربنا من اللور فين كاين ممكن نهربوا راه كان خاصنا كاينه واحد اللعيبه نسيناها تما نمشيو نتخبوا فيها بين ما يدوز الشوك وما هادشي قتلنا ونمشيو نكملوا الصاط فهمتي تبقى دماغ خدام نتمنى انا عارف ماشي نتمنى بزاف ديال الدراري عندهم هاد لي جو ولكن نتمنى الناس اللي عندهم هاد لي جو هادو فهمتي راه عارف راه عندك والله الا عندك مستقبل وحق الله الا عندك مستقبل عندك مع ريزنت ايفل هو الليفل الصغير توم بريدر الليفل اللي تابعه فهمتي يعني دابا قول لي كيفاش كتحل المشاكل توم بريدر هو ريزنت ايفل هو العيان فهمتي تولي تحل تولي تحل المشاكل الصغيره صبر واحد الاخ تما مسب مع واحد الاخ هين بانيو حتى جيت حتى الاخر حتى هو صافي عندك ريزنت ايفل هو الليفل الصغير ديال حل المشاكل توم بريدر اللي تابعه والسيلنت هيل هو الحماق فهمتي هو فهمتي ريزنت ايفل السيلنت هيل كانوا فهمتي كانوا شحال من واحد كنت تفرج فيا كنت كنلعبو كنت كيلعن فهمتي تقول لي الساط انا جيت البارح لقيتك هنايا فهاد الدرب هذا غادي يجي واليوم جيت لقيتك هنايا باقي حاصل الساط كاينه شي لعيبه مخبعه هنايا بزاف ديال الناس ما عندوش مع هذا الفاكين ملل فهمتي هو ومين الصاط فهمتي لان عندك مشكله فهمتي دابا شحال من واحد كياخذها بديك اللعبه ديال انه كيلعب انا ما كناخذهاش بديك القضيه ديال كنلعب لا الصاط انا هو ديك اللعب راني طايح في مشكله خصني نسلك راسي بزاف الناس ديك اللعبه ديالها حنايا وونت تو هاف فان ارا ليكس بوكس صاحبي حنا جايين باش نهربوا من المشاكل ما جايينش نطيحوا في مشكله اخرى هو تقلب بيه الكار في الغابه وحصل معاه الجنون وانا مالك انا غندوز هذا الموضوع هذا حصلنا حتى حنا في الالعاب ايوا كما قلت لك انا عندك مع لي جو راه ورجعوا ثاني القضيه ديال علي القضيه دي ما عطاتش كلشي انا ما ضفاكر هذه هي الشخصيه ديالي الطبيعيه اللي واحد النهار كنحلم اني نرجع ليها فهمتي لان حاليا ملي كنشوف الاكس بوكس ما عنديش مع البلاي ستيشن شحال ما ضفاكر تقول البلاي ستيشن صاد داكشي بحال قلتي كل واحد اش معزيز والاذواق لا تناقش كما قلت واحد القضيه المفيد على اخوانا المفيد كما قلت المفيد راه هو اللي تنبارطاجي في ستوريات ديما والمفيد راه كاين اي جاست سام مادر فاكرز ما عادش نقول لك مادر فاكر لان فهمتي شي ناس كما كنقول ديما هاتي تفرج حياته دي دوزا كيتفرج حياته دي دوزا كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر كيكومونتي على الفيديوهات ديال شي مغني كدا تي كومونتي على الفيديوهات مشى ليا ديال واحد تيطلع ديما في الطوب ترندينغ حتى هو المهم تلقاه كيدوز حياته كيكومونتي خاصنا المعلقين هما منهم فهمتي دوك خوتنا اللي كيمشيو شي الزرايات كيمشيو شي يتفرجوا في كره خاصها المعلقين خاصها التجمهور اي حاجه كاين فيها التجمهور وكاين فيها اللعابه المتجمهرين هما اللي كيخلصوا اللعابه كيتخلصوا فهمتي وهاد المتجمهرين هادو كاينين في الحياه فهمتي دير شويه ديال تيدير ها 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 شي كومونتي كدا ما بغيتكش تكون من هاد السيطان اللي دايزين غادي دوز حياتك الصاط غادي تحط فيك الروح نهار تولد وتخرج من الوالده ديالك فهمتي تخرج منها حتى نهار تموت او حتى واحد ما عارف فين غادي تموت ولا بلاصه غادي تموت ولا التاريخ غادي تموت فهمتي الله هو اللي عارف غادي دوز ديك المرحله كامله ديال حياتك فهمتي انت متفرج فهمتي وغادي كتطلع في النيفو التفرج ملي كنتي صغير كانوا تيعلموك هادي سبوره هادي طوموبيله هادي عماره هادي كدا زدتي كبرتي بقيتي متفرج فهمتي او حفظوك واحد السيناريو بقيتي كتعاود نفس الهضره طوموبيله لا دار كي دايره على داك خونا على ديك ختنا هاديك ختنا زوينه هذاك خونا بوكوس هذاك خونا ما عطاوش هذاك الساط دوزتي حياتك صاحبي كتشير اصاحبي دير شويه هاكا احسن لك من ديك هاكا فهمتي دير شويه هاكا تشاف راسك وخدم على راسك ما تنقولش ليك يقدر تقول لي يقدر هي تسمع هذه الجمله هذه فهمتي تكنزز يقدر تسمعها
عرف الصاط راه الا سمعتي وما عجباتكش راك انت من المتفرجين. سمح لي انا كنعتذر لك ولا تلاقيت معاك نبوس لك راسك. رجع تفرج الصاط سبني شويه في لي كومونتير تمايا وشري من هذا اللايف هذا. الا لقيتي فيديو ديالي في اليوتيوب سب شويه في لي كومونتير ضرب ديسلايك وزيد فهمتي. هاجه الصاط هذه النوعيه ديال الناس كاينه فهمتي، ولكن ما باغيش شحال من الفولورز ديالي لاكطاريه لاكطاريه الفولورز ديالي ما باغيش يكون من هذا النوع هذا فهمتي. ما كرهتش تكون كان شي لقطه في انستغرام باش تفلتري. مثلا كون انستغرام قال لي واحد ال 100000 تكمل هذه الايام ما حملهاش تكمل بالمناسبه. ما كرهتش الانستغرام كون قال لي ندير معاك واحد الصفقه نحيد لك 80000 ونخلي لك 20000 ديال البلايرز ونقول لي نخلي لك غير 5000 ديال البلايرز، نخلي لك 5000 ديال الناس اللي كتسمع الهضره وكتخدم وعاطيه الشحط. نقول لي خذ ال 100000 خلي لي 5000 ما عندي ما فهمتي ما عندي ما ندير ب 100000 الصاط. خاص القاسح لا اخويا ما خاصش تلقى قاسح لا والو. حتى بزاف ديال الدراري فهمتي ديال الثقافه باش كبرنا داكشي ديال تقول لك. وهاد القضيه حتى انا كنت غلطت فيها بالمناسبه فهمتي. المنتور ديالي هو اللي بدل لي علاش. نقول لك خاصك شي شخص سابق، شي شخص سابق في الحياه، شي شخص عارف اكثر منك، شي شخص فاهم. حتى انا من المدافكرز اللي كنت كنقول ديما خاصني القاسح، خاصني الهضره قاسحه، خاصني اللي يدور فيا، خاصني اللي فهمتي شي هضره اللي هاكا عاد نتحرك. كنت بحال هاكا فهمتي. كنت ديما فهمتي ديك اللعبه ديال خاصني شي 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 مضف شي هضره المهم اللي شوكون بعد نتحرك. ويا راه ماشي صحيح هذاك الشيء ديال راه خايسيمو دوي معانا يعطينا القاس حصات. راه ما فايدك لا قاس لا زوين. غنقول لك شنو اللي فايد. حتى انا كنت من كان عندي هذا التفكير هذا ديال خصني المهم خصني شي هضره تكون قاسحه فهمتي. شي هضره تكون قاسحه الا جيت تحركني الصاط. وكنت من هذيك النظريه ديال الا ما نطش مع الصباع بكري غادي نصب راسي، غادي ندوي بحال هكا مع راسي. انت حمار نقص شويه من السب بيان سور. انا كندوي مع راسي خسر من هكا. انت حمار كي دار درنا النضو مع الخمسه ما يتشال السبعه والله ينعلتيت. كنت كندوي هكا مع راسي ولكن الصاد ما خدامش بحال هكا فهمتي. هادي الطريقه اللي تعلمتها انا بالممارسه وخدامه شويه ما خدامش على المدى البعيد. ملي جيت مع المنتور ديالي غير عام هذا ماشي بزاف قال لي كيفاش كتعامل مع راسك الا ما احترمتيش داكشي اللي زكيتي مع راسك. قلت لي كنسب راسي كنسخط على راسي كنكفر على راسي. قال لي الصاط هاد الهضره هادي خاوي هادشي ماشي في صالحك. تكفر على راسك تسب راسك تكفر على راسك ما ماشي في صالحك. قلت له شنو اللي في صالحي هو نقول له شكرا مزيان الله يرضي عليك مريض حتى السبعة. قال لي لا ماشي غادي تشكرو وماشي غادي تسبو، غادي تسولي راسك علاش ما ضنحتش حتى للسبعة؟ اشنو اللي درنا اللي خلانا نضنح حتى للسبعة؟ اشنو ممكن نديرو حسن تنضو مع الخمسة؟ قال لي كلشي كاين السر ديال هاد الحياة هادي كاين السؤال، وداكشي اللي كتوصل ليه تيكون بالاسئلة اللي كطرح، والكاليتي ديال الحياة اللي كتعيش دابا بسبب الاسئلة اللي كنتي كطرح في الماضي. ولقيت هضرتو صحيحة. على حقيتاش كاع هادشي اللي وصلت ليه بسبب الاسئله اللي كنطرح. على حقيتاش ما كنطرحش كيفاش نربح 1000 دولار في الاخر الشهر. كنت كنطرحها ملي كنت ساكن في دوار يزيكي. ما كنطرحش كيفاش نربح 2000 دولار 10000 دولار عشان ما نطرحش هاد الاسئله. هادشي الشيت بعد ما عرفت بزاف ديال الناس اللي دايرين بيا اللي فايتيني اللي كيدوف سام فاكين بيغ نمبرز. وليت كنطرح اسئله ديال كيفاش غادي ندير بحال هاد خوتنا هادو، كيفاش غادي ندير النص ديال هاد خوتنا هادو، كيفاش ملي الى زكيت حاليا مع راسي الخمسة الصباح وما نطش الخمسة ونص بقيت كنتعكز واحد نص ساعه واخا مابقاش كطرا من نهار سكنت هنا. انا باش نقول لك قدر ملي كنت في بوكيت شحال هادي مساله ديال الممارسه فهمتي. بحال شي واحد تيهز 100 كيلو وموالف تيهز 120 وجا ما قدرش يهز 100 كيلو ما يمكنش فهمتي. داكشي العاده صافي هو مولف. ولكن انا اللي جيت نهزير 80 هادي اللي لقى فيها صعوبه 100 راه الروح ديالها تبغي تطلع فهمتي. يعني هو بحال قلت شي نفس القضيه انا موالف نوض مع الخمسه. المهم عطاو مثال يعني نفترض جيت نط مع بيت نوض مع الخمسه وبقيت كنتعكس كندير سنوز 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 وما نطش حتى الخمسه ونص. ماشي نقول الله ينعل لك بحال شحال هادي الله ينعل لك الوالدين ما متفروش شي ما والو فاشل. المشكله كدو مع راسك هكا كتخرمز راسك ماشي كتخرج تتخرج على راسك. ما كنتش كنت ندوي مع راسي بالمناسبه بحال هكا
علاش نقول لك الصاد راه تنبارطاجي معاكم اخر ما اخر ما كيبارطاجيو معايا الطب ديال المينتورز في العالم هادشي جوج انا المفيد الصاد راه بغيت المفيد راه نضل نقولو في ستوريات الصاد راه عرفتي شنو كنبارطاجي راه شي تسوى الزوبل ديال الفلوس عرفتي شنو كنبارطاجي هو اللي كيتقرى للشركات فهمتي في اخر ما كيتقرف تموتي في عباد الله اشنو خاص يديروا كيفاش خاص يتصرفوا راه المينتورز ديالي راه كيتخلصوا زوال ديال الفلوس انا مخلصو 60000 دولار في العام بلس واحد البورسونتاج من الارباح ديالي جا مخلص 60000 دولار في العام لا والو لي زيكسبيريونس ديالي اللي كيطراو ليا مع داكشي اللي كيطرا مع تنجي كنبارطاجيه معاك صافي خذ واحد المعلومه اللي ما عرفتش شحال كتساوي خذها وابليكيها في حياتك بزاف ديال البنات متمنى انا مثلا شحال هادي نوض مع الخمسه نرجعوا للمثال الخمسه نوض الخمسه ونص انا سيب راسي دابا لا غادي نقول علاش ما انت لا سميتو السؤال هو الاول علاش ما انت حتى الخمسه ونص انا سمعتل دونك غدا خصني نعس بكري صافي حلينا المشكل صافي حلينا المشكله ما وكنت سبيت راسي ما عادش نلقاو المشكله وغادي نبقى عاوتاني الغد لا ديال نوض راسي بزز وراسي يجيبو ينتقم مني تمشي هادي عيالي في وسط النهار لان خاص تعرف بلي راه صعيب تضرب مع راسك يعني شحال واحد تقول لك نضغط على راسي وانا ملي كنقول لك ديك الكلمه ديال ضغط على راسك فهمتي كاين كما كنقول هاد اللعيبه المقابل المقابل يعني غادي نضغط على راسي خصني مقابل وما يمكنش انت ما نعس حتى 3 د الصباح 2 د الصباح تنوض راسك مع الخمسه راه ماشي ينتقم منك راه غادي ينتقم منك شر انتقام ولي ولي عرفتي 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 تيبانوا لي تما لي كومونتير الناس الزويونه نقول سميتهم شي يقلبوا عليهم بصح المهم اللي كومونتاو كاملين الاخرين كاملين المتابعين شكرا بزاف الدراري صحابي و واحد الصات كتب ليا خويا السي مخدمتك ندمتيني هاد الصات هذا بحال داك خونا اللي كيتلاقى مع شي خونا راكب في شي حديده مزيانه كيدير ديك الهضره ديال الصاط شوف هذيك الطوموبيله صاحبي عطيتو يمشي يغسلها مشى تيدور بها الصاط راه غير يو ار فاكين دريمين الاوت فهمتي فهمتي زوين الصاط هادشي ماشي يعنيش اني ما نخدمش عندك الصاط انا جيت نجيبوني الفلوس الصاط انا خدام عند شحال من شركه خدام عند شركه انا في الطيرون خدام عند شركه في ميريكان خدام بالمناسبه عندي الاقامه في مصر وخدام عند شركه مصريه هادي ما عمري قلتها فهمتي وخدام انا عطيني الرزق انا كنتخلص فهمتي اي ام ا فاكين ماركتر اول اي دو از ماركتينغ كنبيع بالليل وبالنهار كنحلم بالبيع بالليل وبالنهار تصور ملي كنمشي كنبغي الناس كنحلم فهمتي كنحلم غير الارقام ماشي الارقام فلوس كنحلم الكونفرشن دابا شحال من واحد قلت الارقام خونا مهووس بالفلوس صافي حنا ما كنفكرش في الفلوس الفلوس راه كاينه اللي هي غادي تجينا صحه لاني كندير داكشي اللي كيجيب الفلوس الارقام كندوي لك على الكونفرشن صافي عندنا هاد لاباج كتكونفرتي 4% شنو ممكن ندير باش نخليها 10% سؤال علاه كنقول لك السؤال اللي كطرح السؤال اللي كطرح شحال من واحد قلت الارقام لا صافي هذا ماشي فلوس الفلوس غادي تجي صحه على حقاش كنديروا داكشي اللي كتجيب الفلوس ما كاينش الفلوس فين غادي تمشي الفلوس صحه غادي تجي لان كنديروا هادشي اللي كنبغيتك توصل واحد النهار ملي تكون كدير الصاط داكشي اللي كيجيب الفلوس صحه اش كنديروا كنبيعوا واحد الحاجه اخرى عاوتاني بزاف ديال الناس كيجي وبلا ماشي واحد ما يبقى يقول لك هذاك خونا انت كراشي داك خونا ما كراشي حتى واحد اسمع الهضره اللي تنفعك الله يرضي عليك ما تبقاش تتجاف داكشي ديال رد فلان على فلان لحقاش انا ما كنديرش داك التبريج داك التبريج كيديروه شي واحد محنسر عنده مشاكل دايز في الداون ديال الحياه ديالو دايز ماشي مرحله انه محنسر وكيديروا التبريج ولا اكثر كيكون السبب ديالو هو التحنسير الخدمه ماشي عيب خصك الصاط تمشي تخدم ولكن ما تمشيش تخدم في شي اداره ما كتعلم منها والو دابا مثلا الا خدمناك في شي مقاطعه قول لي شنو غادي تتعلم تعلمت جاليز غادي يجي عندك بنادم عام داز عامين داز اشنو تعلمتي في هاد العامين هاد ان اكسبيريونس دابا تجي تدو تقول لهم عندي عامين ديال اكسبيريونس في ليغاليزاسيون اشنو كنتي ولا عندي هاد اللي داجي خدمات عامين الصدره ما عندك حتى حاجه
فهمتي ما 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 خاصك تمشي تقلب على شي خدمه اللي لاكطاريه اللي ما كيبغوش يعلموك في المدرسه في البيع في المبيعات يا كوميرسيال اي حاجه في المبيعات خاصك شي خدمه في المبيعات والخدمه في المبيعات هي اللي فيها الفلوس وهي اللي كتهرب منها هي اللي ما كتحملش ري يا صاحبي نهز التليفون اتصل بالكليان ري يا صاحبي تمشي عند الكليان ري يا صاحبي نمشي صات تما فين كاينه الفلوس صات الفلوس لك فهمتي ليومين هذا اللي تنضرب يوميا جايه من البيع كاينش اللي كيعطيك الفلوس دابا انت كتجلس مع راسك كيفاش غادي ندخل خاصك تبيع الصاد سمعتي كي دايره سال الجواب كيفاش خاصك تبيع وديك البيع ما تحملوهاش لان الثقافه ديالنا في المغرب ما كتحملش البيع مثلا غير شو عن واحد شي مثلا لا فكرت انا نبيع شي موضوع السيم والله بغا يبيع هو بغا يبيع صافي شي علاش ما كتحملش البيع والبيع هو كلشي هذه هي اول حاجه خاصك تعلم في الحياه اول حاجه خاصك تعلم الا بغيتي تافونسي في حياتك وما كاين حتى طريقه اخرى هو تعلم البيع ولا ما تعلمتيش البيع والله لا تفرتي والله لا درتي شي حاجه في حياتك واللوطف ما تفكرش اللي كيبانوا لكم داروا الفلوس داروها باع لك شي حاجه شوف ديك البيريود فاش سميتو باع لك شي حاجه ديك البيريود بان لك دابا هادو السنوات كدوز 1900 وكذا 1980 1980 1990 فرق سير مثلا شدك خونا شد لي ديك البيريود اللي قبل ما بانت لك عنده الفلوس عرف راه دار شي تبزنيسه كان تيبيع كاين شي حاجه اخرى كان كيبيع سي بي اي راه از فاكين ماركتينغ كتبيع ولكن داك البيع ما علموهش لك في المدرسه عرفتي علموك في المدرسه علموك تكتب السي في اصلا وتمشي تحطو تطلب خدمه وتمشي تدفع لي كونكور وتقاتل ما علموكش واحد الخدمه اللي اسمها الفاكين كوميرسيال اللي كانوا كيكرهوك فيها فهمتي عرفتي داك خونا اللي كيدق على بيبان عباد الله وكي تيبقى تيقنعو يشري شي برودوي هذاك خونا خاصو يري بعد على ديك الخدمه ويمشي يخدمها في شي نيفو كبير ميمشيش يدق على عباد الله ولكن هذاك خونا شي ديك الدقه ديال الباب وديك الهضره وداك الشيء راه كيطور واحد المهاره اللي من بعد تولي كتسوى الزبل ديال الفلوس الا عرف كيفاش يستغلها على حقيتاش الخطير في هذا الزمن هذا هو تمشي دو مع عباد الله وتقنعو يشري كلشي كيهرب من الخدمه ديال البيع وكلشي كيخاف من الماركتينغ.